أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة وفي عناوينها. بعد وقوع عناصر من قوة النخبة بكمين لحماس في خان يونس، جيش الاحتلال يتحدث عن صباح صعب في غزة، شهداء وجرحى بمجزرة في بني سهيلة وسط القطاع. مصدر قيادي في المقاومة يكشف للميادين أن محادثات القاهرة تهدف لوقف دائم لإطلاق النار، ويتهم الاحتلال بالمراوغة في قضية الانسحاب من غزة وإيصال المساعدات. استشهاد 3 مدنيين بغارة للاحتلال على بلدة حولة جنوب لبنان، والمقاومة الإسلامية ترد باستهداف كريات شمونة وكفر بلوم بعشرات الصواريخ. مسلحو هيئة تحرير الشام يطلقون النار على تظاهرات خرجت ضد أبو محمد الجولاني في دارة عزة في ريف حلب الشمالي. بايدن وترامب يفوزان بترشيح حزبيهما للانتخابات الرئاسية في غالبية الولايات الأمريكية. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 30,717 شهيدا و 72,156 جريحا، وحذرت الوزارة من أن المجاعة في شمال القطاع وصلت إلى مستويات قاتلة، وستحصد الآلاف من المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات. وفي بني سهيلة وسط القطاع ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة ذهب ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى. ما حدش يروح. الله أكبر. وقفوا. هات الكهرباء، هات الكهرباء تكونوا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في المقابل تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حادث استثنائي في قطاع غزة، حيث أصيب كل عناصر قوة خاصة من قوات النخبة خلال محاولتهم نصب كمين لعناصر حماس شرق خان يونس، بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي أضاف أنه تم إجلاء جنود القوة بالمروحية ونقلهم إلى المستشفيات من دون توضيح مدى خطورة الإصابات. حول آخر المعطيات الميدانية وأبرز المعطيات أيضا والمستجدات حول الواقع الصحي والغذائي في القطاع، ينضم إلينا أكرم دلول مراسلنا من داخل القطاع تحديدا من رفح جنوب غزة. إليك أكرم. يعني محمد، بالتأكيد التطورات متسارعة هنا في قطاع غزة على وقع العدوان الإسرائيلي وتصدي المقاومة الفلسطينية لهذا العدوان، وبالتالي دعني أبدأ من آخر التطورات المتعلقة بضربات المقاومة الفلسطينية. حتى الآن تردنا الأخبار تباعا من منطقة القرارة الواقعة في الشمال الشرقي من مدينة خان يونس، على ما يبدو أن جيش الاحتلال بالفعل تعرض إلى ضربة كبيرة أو كمين من قبل المقاومة الفلسطينية، وتحديدا وفق الأنباء الأولية من كتائب القسام حتى الآن لا معلومات إضافية، لكن المؤكد وفق مصادرنا الموثوقة أن هناك طائرات مروحية إسرائيلية وحالة من الفوضى إنجاز التعبير انتابت قوات الاحتلال التي كانت تتمركز شرق القرارة، هذه البلدة الواقعة على مقربة من السياج الفاصل والتي دخلتها الدبابات الإسرائيلية منذ اليوم الأول للعدوان البري على مدينة خان يونس. كانت هذه المنطقة واحدة من المناطق التي سلكتها الدبابات وبالتالي عاثت فيها فساد، وكان جيش الاحتلال قد تحدث عن تدمير للقدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية في هذه البلدة، لكن المقاومة يبدو وجهت ضربة أو رسالة بالنار صباح هذا اليوم تحديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن هناك قتلى وجرحى نتيجة هذه العملية، وننتظر بالتأكيد يعني إشارات تشير
أو تؤكد التفاصيل المتعلقة بما جرى في بلدة القرارة. عموما كذلك المحاور الغربية من مدينة خان يونس تحديدا محور منطقة مدينة حمد وحي الإسراء فيهما اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال التي تعمل على محاصرة المنازل والأبراج السكنية في مدينة حمد السكنية وبعض الأحياء المجاورة، تقوم بعمليات تنكيل بالمواطنين، تعتقل العشرات وربما المئات وتنقلهم إلى جهة غير معلومة بحسب ما تشير المعطيات. كذلك في الأطراف الجنوبية الشرقية لخان يونس المواجهات والاشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي نسفت حيا سكنيا خلال الساعات الماضية في المناطق القريبة من منطقة الفخاري أو المحيطة به. قوات الاحتلال كانت قد انسحبت من هذه المنطقة ولكنها ما زالت موجودة في بعض الأطراف الشمالية المجاورة. إذن خان يونس يعني ما زالت فيها الأحداث متسارعة على وقع العدوان كما أشرت، وعلى وقع أيضا الضربات النوعية التي تسددها المقاومة لقوات الاحتلال. المنطقة الوسطى من قطاع غزة قبل قليل تم فيها تحديدا من منطقة المغراقة شمال المنطقة الوسطى انتشال جثماني شهيدين وعدد من الإصابات بعد استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين. سبق ذلك غارات استهدفت منازل في النصيرات وأيضا في دير البلح وفي البريج، راح ضحية ذلك عدد كبير من الشهداء والجرحى. مدينة غزة وشمالها ما زالت تتعرض أيضا إلى القصف الإسرائيلي تحديدا من المدفعية. صباح هذا اليوم قالت سرايا القدس إنها وجهت ضربة مركزة من قذائف الهاون باتجاه قوات الاحتلال ومراكز قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور أبو عريبان، وهو الحاجز الذي تفصل به قوات الاحتلال محافظتي غزة والشمال عن باقي المحافظات. وبالتالي يعني حتى الآن هذه التطورات المتسارعة وهذا العدوان الإسرائيلي لا يزال كذلك يستهدف مدينة رفح التي كانت صباح هذا اليوم على موعد مع تجدد القصف المدفعي الذي يستهدف مراكز إيواء النازحين وتحديدا خيام لجوئهم في شرق المدينة. كان هناك عدد من الجرحى والمصابين. محمد، على صعيد الأوضاع الإنسانية ما زالت غاية في الصعوبة والخطورة. قبل قليل وردت إلينا أخبار من مجمع الشفاء الطبي عن وفاة طفل جديد يدعى أحمد سكر. هذا الطفل توفي على ما يبدو نتيجة سوء التغذية والجفاف الذي يضرب قطاع غزة بشكل عام ويتركز تحديدا بشكل أكثر كارثية على القاطع الشمالي من قطاع غزة، حيث تحاصر قوات الاحتلال 700,000 فلسطيني بدون أدنى مقومات الحياة وتمنع عن هؤلاء المواد الغذائية والطبية. نتحدث إذن عن 19 فلسطينيا معظمهم أطفال توفوا حتى الساعة نتيجة الجوع وسوء التغذية. كان يعني الطفل السكر الذي ارتقى قبل قليل وسبقه بساعتين صباح هذا اليوم ارتقاء الفتاة مرح اليازجي نتيجة أيضا سوء التغذية. إذن التطورات يعني المتعلقة بالمجاعة تبدو تطورات صادمة، والخشية من أن نذهب إلى المجهول إلى المحظور، بمعنى أن نلحظ أن هناك عشرات الفلسطينيين تحديدا ممن هم مرضى يموتون بشكل يومي على مرأى العالم الذي ما زال لم يلتفت إلى حرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل ولم يغير أي من الواقع شيئا، ونحن ندخل الشهر السادس على التوالي من هذه الحرب المدمرة. الكل هنا ما زال ينصب جل اهتمامه على ضرورة وقف هذا العدوان، وقف حرب القتل الجماعي والإبادة التي تمارسها إسرائيل، وعلى ضرورة إدخال المساعدات الكافية على الأقل لسد رمق عائلات قطاع غزة الجوعى، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان وتبدو الأسواق كلها فارغة من المواد الغذائية والتموينية الخاصة، على الأقل بإبقاء الإنسان على قيد الحياة. شكرا لك أكرم دلول، حدثنا من رفح. على الصعيد الإنساني حذرت وكالة الأونروا من أن نحو 1,700,000 فلسطيني، أي أكثر من 75% من السكان، نزحوا داخل قطاع غزة، فيما اضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة. منظمة الصحة العالمية من جانبها أعلنت أن غالبية مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 توقفت عن العمل، فيما لا يزال 12 منها تعمل جزئيا بسبب قطع جميع واردات الغذاء والعقاقير والطاقة والوقود. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شهيدا.
وفي هذا الإطار أكد مدير قسم حديثي الولادة بمستشفى الهلال الإماراتي محمد الأنقر أن القسم بات يستقبل 60 حالة يوميا بعدما كان الأمر يقتصر على 15 حالة في السابق في ظل عدم استجابة المنظمات الدولية لنداءات الاستغاثة لتأمين المساعدات الطبية. حضانة كانت متعودة على استقبال يعني 15 حالة في كل الدخول في كل الأيام، لكن حاليا بنتكلم عن في 60 حالة موجودين في الحضانة. يعني تم مناشدة العديد من المنظمات وعلى رأس منظمة الصحة العالمية، إلا أن لحتى الآن ما فيش أي استجابة واضحة ولا في حلول يعني جذرية للوضع. يعني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة يلجأ آلاف النازحين في مدينة رفح للعيش داخل الدفيئات الزراعية. تقرير أحمد غانم. ضاقت أرض رفح على النازحين بما رحبت، فلجأوا إلى هذه الدفيئات الزراعية بحثا عن مكان يؤويهم وسط ظروف إنسانية قاهرة وصعبة. الوضع هذا سيء، نحن عايشين في حمام زراعي، في يعني تعبان حمامات بندورة، شوف نار الدنيا، شايف في الشو في النهار نار وفي الليل ثلج، شايف كيف هاي حياتنا، هاي شوف الأطفال كيف أنت شايف كيف عايشين معاناة. اللي شفناه اليوم ما بنوصف، من عذاب، من مرار، من جوع، من فقر، من وسخ، من معيشة، من حر. يفتقر الناس في هذه الدفيئات الزراعية كباقي مخيمات النازحين إلى أبسط متطلبات الحياة الآدمية، فهذه المخيمات تغيب عنها النظافة فضلا عن غياب الحقوق الصحية اللازمة لهؤلاء. والله الوضع مأساوي بالغاية، المخيم هيو على الرمل عايشين، أو غسلت نار جهنم، المكان ساونا، يعني هذا حمام بندورة، حمام شمسية للبندورة، مكان يعني هذا ما حدش بعيشوا فيه الحيوانات. يعني أنا ما ضلش معاي ولا حاجة، وجوزي أخذوا اليهود عصروه، أنا بدي يروحوني على غزة، بديش ولا أي مساعدة، بدي أروح بس على غزة، داري على الردم، بدي أقعد على الردم فيها. وضع صعب هنا، فيش حمامات، فيش أماكن، فيش مكان نعيش هنا، مكان صعب هنا، مكان بتعرفش تعيش فيه، ولا تنام ولا تاكل ولا تشرب ولا تقعد. كنا بالمدرسة نعيش، كنا بالبيت نعيش، كنا نروح المدرسة على رجلي ناكل، أما هنا ما ناكلش، ولا نروح المدرسة ولا ندرس ولا ننام ولا ناكل ولا نشرب. اشتقنا لغزة، واشتقنا للحياة الطبيعية، واشتقنا لدورنا، اشتقنا للحياة في غزة. أحمد غانم، غزة، الميادين. أكد مصدر قيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية للميادين أن هدف مفاوضات القاهرة التوصل إلى اتفاق يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع. ووفق المصدر فإن حماس أبدت المرونة المطلوبة لتحقيق ذلك، لكن الاحتلال لا يستجيب لجهود الوسطاء، مضيفا أن الاحتلال لم يعطي حتى الآن أي موقف إيجابي، وهو يراوغ ويريد وضعها للتفاوض وفق خرائط. ووفق المصدر فإن الاحتلال يضع قضية عودة النازحين تحت التفاوض ويريد مناقشة تفاصيلها وتحقيقها بشكل تدريجي. وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اتهم الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في المفاوضات. تم خلال اليومين الماضيين تقديم رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه لنا الإخوة الوسطاء المصريون والقطريون نهاية الأسبوع الماضي، وأكدنا في رؤيتنا على شروطنا في وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي أخرجوا منها وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية الكافية وإطلاق عملية الإعمار. وقد تعاطينا بروح إيجابية ومرونة عالية مع مقترحات الإخوة الأشقاء في مصر وقطر. في كل مرحلة من مراحل التفاوض لا يزال العدو الصهيوني يمارس نفس ألاعيب وأساليب المماطلة والمناورة في التعامل مع المبادرات المقترحة لوقف العدوان.
هذا ووزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يؤيد وقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع مع إطلاق جميع الأسرى. ووفق مصادر دبلوماسية للCNN فأن المراجعة الثالثة لنص القرار تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار. وكانت المسودات السابقة قد دعت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، فيما كانت تطالب الدول الأعضاء بوقف فوري. إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الآن بيد حماس، وأنه سيتضح خلال يومين ما إذا كانت الأمور ستصل إلى اتفاق. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، لأنه في شهر رمضان إذا وصلنا إلى ظرف حيث يستمر هذا الأمر فإن إسرائيل والقدس يمكن أن تكونا خطيرتين للغاية. لذلك نحن نحاول جاهدين من أجل وقف إطلاق النار هذا. البيت الأبيض ذكر في بيان أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني وناقشا وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وخلال افتتاح الحوار الاستراتيجي السادس بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أبدى وزير الخارجية الأمريكي تفاؤلا بإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لدينا فرصة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يعيد الرهائن إلى ديارهم، ويمكن أن يزيد على نحو كبير من حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، ويمكن أن يهيئ أيضا الظروف لحل دائم، وعلى حماس أن تتخذ القرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار هذا. وفيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التمسك بمخططاته العدوانية على قطاع غزة وعرقلة المفاوضات لأهداف شخصية، تعيش الحكومة الإسرائيلية على وقع الخلافات القاسية وسط ما بان أنه يأس أمريكي من نتنياهو. محمد درويش. في داخل الساحة السياسية الإسرائيلية أججت المقاومة الفلسطينية كرة النار المشتعلة، محولة أروقتها إلى جبهات مستعصية استحالت مفخخات سياسية باتت تهدد أساسات حكومة نتنياهو الباحث عن ضمانات شخصية بعد اضمحلال آماله بتحقيق أي إنجاز. هو انعدام توازن سياسي مهد طريق واشنطن نحو ملامسة المحاذير الإسرائيلية من دون تفعيل ضغوطها لإنهاء الحرب. يتفرع مسار الأزمة السياسية في تل أبيب في اتجاهات متعددة، تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي في واقع سياسي مكبل بمعضلات أقفلت متاهات أزمته على آفاق الحلول المطلوبة أمريكيا. يسير نتنياهو بين خطوط المواجهة محصنا نفسه خلف متاريس الإصرار على إكمال مسيرة الخيبات العسكرية من دون الالتفات إلى مصالح واشنطن التي باتت ترى في التصلب الإسرائيلي من عملية التفاوض تغريدا خارج السرب الأمريكي. تدور الحكومة الإسرائيلية التي ترزح تحت أكوام من النكبات السياسية والأمنية في دائرة المزايدات التي يتراشقها أعضاؤها المتناحرون، تناحر يزيد من اليأس الأمريكي من نتنياهو. يستدعى جلعاد إردان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة إلى تل أبيب بطلب من وزير الخارجية إسرائيل كاتس من دون مراجعة نتنياهو، ويحط الوزير بني غانتس في واشنطن لإجراء محادثات تتعلق بمفاوضات الهدنة من دون التشاور مع حكومته التي أوعزت إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم دعمه أو استقباله. زيارة قد تتطلب من بايدن اتخاذ إجراءات غير عادية لنقل مواقف إدارته إلى تل أبيب بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، هذا من دون تجاهل اللغة الأمريكية المستجدة تجاه نتنياهو والتي تضمنت مصطلحات من قبيل لا أعذار خلال حديث كامالا هاريس عن قضية دخول المساعدات إلى غزة. يخوض بنيامين نتنياهو معركة توزيع الخسائر بعيدا منه بين أعضاء حكومته التي تنهشها التركة اليمينية الثقيلة، معركة على وشك التحول إلى انقداد على الأعناق تكاد تتفلت من حدودها. يرسم فيها بايدن وإدارته خطوط بيع الوعود الانتخابية في بازارات العدوان على غزة.
إلى جنوب لبنان، حيث استشهد رجل وزوجته وابنهما بغارة شنتها طائرات الاحتلال على أحد المنازل في بلدة حولة. إلى ذلك أفاد مراسل الميادين عن إطلاق الاحتلال صواريخ أرض أرض باتجاه بلدة عيترون. نبقى في جبهة شمال فلسطين المحتلة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مستوطنتي كفار بلوم وكريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية وعلى استشهاد 3 مدنيين في بلدة حولة. مراسل الميادين قال أن الاستهداف تم بأكثر من 50 صاروخا، فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالأثقل منذ بداية الحرب نحو إصبع الجليل، وأنه تسبب في انقطاع الكهرباء في المنطقة. وبثت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهدافها قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الوزاني. إلى مراسلنا علي مرتضى في جبهة جنوب لبنان. مرحبا علي، لو تضعنا في صورة آخر المستجدات والوقائع الميدانية لديك. نعم محمد، يعني لا تزال الصورة هي نفسها منذ الصباح، الهدوء الحذر هو الذي يسيطر على طول الجبهة، لم يخرقه أي نيران من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية ولا اعتداءات إسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانية أقله منذ الصباح حتى هذه اللحظة. يستمر وضع الهدوء الحذر على طول الجبهة، طبعا هذا لا يعكس الأحوال العسكرية التي كانت بالأمس، فبالأمس كنا أمام نهار حافل بالعمليات العسكرية، يمكن القول بأننا كنا بالأمس أمام ذروة العمليات العسكرية منذ فترة، حيث نفذت المقاومة الإسلامية 12 عملية عسكرية آخرها كان استهداف مستعمرة أفيفين. بالمختصر بالأمس كان هناك استهداف لدبابتي ميركافا في نطوعة وثلاث الطيحات، قوة مؤللة في بركتريشي، 3 مرات انتشارات جنود في مختلف المواقع، وكذلك كان هناك ردود باتجاه المستعمرات إن كان كفر بلوم وإن كان كرياتش مونا وأيضا مبنى في أفيفيم. كل هذا يأتي ضمن الردود على استهداف المدنيين وطبعا استشهاد المواطنين في غارة حولة، بالإضافة إلى رد على غارة بنت جبيل باستهداف كريات شمونة أيضا بالأمس. يعني كريات شمونة نتحدث عن 4 استهدافات تقريبا في إصبع الجليل، 2 منها في كريات شمونة فقط، وكان الاستهداف الآخر باتجاه مقر قيادة اللواء الشرقي. يمكن القول بأننا بالأمس كنا أمام نهار بالفعل مشتعل ولا يعكس الأحوال التي تقوم عليها الجبهة حاليا حتى اللحظة، حيث الهدوء بالفعل يسيطر على كل مواقع الجبهة إن كان في القطاع الغربي أو القطاع الأوسط وصولا إلى مزارع شبع وتلال فرشوبة في القطاع الشرقي. شكرا لك علي مرتضى مراسلنا من جنوب لبنان حتى الساعة. في العراق أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة. بيان المقاومة أشار إلى أن العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة لغزة ردا على المجازر بحق المدنيين العزل. إلى جبهة البحر الأحمر، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن اعتراض سفينة تجارية وتحذيرها بضرورة تغيير مسارها على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدن.
هذا فيما استهدف عدوان جوي أمريكي بريطاني جديد مدينة الحديدة. إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية استهدفت سفينتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وأن عمليات القوات المسلحة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على غزة. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. وقد تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها ضد كافة الأهداف المعادية، وذلك استجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا العظيم وأمتنا الإسلامية في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن كان متوجها لاستهداف السفينة الأمريكية كارني في البحر الأحمر. وزعمت ساندكوم في بيان أن قواتها أسقطت كذلك إلى جانب الصاروخ ثلاث مسيرات انتحارية كانت متوجهة باتجاه السفينة بعدما انطلقت من مناطق سيطرة القوات المسلحة اليمنية. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاثة زوارق مسيرة في إطار الدفاع عن النفس بحسب تعبيرها. ولا تزال واشنطن وتل أبيب تراهنان على فك الارتباط لأطراف محور المقاومة بالمقاومة الفلسطينية في محاولة يائسة بعدما تكبد كيان الاحتلال خسائر استراتيجية بعجزه عن تحقيق أهدافه الحربية. ويؤكد الميدان أن جبهات جنوب لبنان واليمن والعراق مستمرة في الضغط على إسرائيل عسكريا وإسناد المقاومة في غزة. تقرير محمد بوعبدالله. ما دامت غزة تكتوي بنيران العدوان فلا وقف لجبهات الإسناد والمساندة، والحديث إذن عن فصل الارتباط هو من قبيل التمني وانفصام عن الواقعية السياسية تريد واشنطن وتل أبيب الرهان عليه بالضغوط السياسية تارة وبالتهديد تارة أخرى. ولا ينفع الأمران ولا الواحد منهما، فهما في الحسابات الضاغطة من المقاومة سيان، وقد جاءت الرسائل سريعا معقبة على مهمة هوكشتاين أو من تسميه واشنطن وسيطا، بينما هو في انحياز واضح لإسرائيل يريد إنهاء الغبن عنها في مستوطنات الشمال. وهناك على حدود فلسطين المحتلة كانت رسالة الحديد والنار موقعة بصواريخ حزب الله، حيث يلتهب موقع بركة ريشة نارا ودخانا بأن على العهد مع غزة باقون غير ناكثين، وأن نواجه النار بالنار والتهديد بالوعيد، ولن نرفع أيدينا عن الزناد حتى ترفع أوزار الحرب عن القطاع. وثانية الرسائل عسكريا قد جاءت في اليوم نفسه بتدمير دبابتي مركافا، والهدف المزدوج في موقعين مختلفين يكشف صرامة الرد على التلويح بالقوة، فلنا كذلك قوة رادعة لاستهداف أهالينا ومخازننا ملأى بالأسلحة إن بغيتم بحرب اعتداء موسعة. نحن جاهزون لملاقاة العدو إذا أخطأ بحساباته وأراد أن يخرج من قواعد الردع التي فرضناها عليه، ونحن لم نستعمل كل أسلحتنا. أسلحة الحرب المفتوحة لم نفتح مخازنها بعد. وذاك شأن اليمن أيضا، فليست الحرب إن توسعت شاملة مفتوحة كالضغط والإسناد المحكومين بسبل إفشال أهداف العدوان، وثمة مع ذلك تصعيد مدروس من صنعاء، فالمقبل سيكون أشد إيلاما للأمريكيين والبريطانيين، يقول وزير الدفاع اليمني. وتلك رسائل القوات المسلحة اليمنية قولا بعد فعل تجاوز مرحلة الإنذار باستهداف حذر أريد به وقف واشنطن عدوان تل أبيب بمعادلة الحصار البحري. وأما أن يصعد الغرب بالعدوان المتكرر على اليمن فقد بات الاستهداف الدقيق حتمية عسكرية. وماذا عن المقاومة من العراق؟
لم تهدأ بخلاف ما قيل عن أنها وبقية المحور يأتمرون بتوجيهات تهدئة للجبهات من إيران، فقد امتدت يد الطيران المسير إلى محطة للمواد الكيميائية في مدينة حيفا، وهو هجوم تبنته المقاومة في العراق ينبئ بالقدرة على إيلام الكيان بشدة في حرب مفتوحة. ولكل على ما يبدو مفاجآته حينها إن أشعلت إسرائيل برميل البارود في المنطقة. محمد عبد الله، الميادين. إلى سوريا، حيث أفادت مراسلة الميادين بتعرض تظاهرة خرجت ضد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني لإطلاق نار في مدينة دارة عزة غربية حلب بهدف تفريق المشاركين فيها. ناشطون قالوا إن مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء وعلى الأرض باتجاه المتظاهرين من دون ورود أنباء عن إصابات. مراسلنا رضا الباشا، مرحبا بك. يعني بداية، ما هي الأسباب الكامنة وراء صعود وتيرة هذه الاحتجاجات وتطور الوضع ميدانيا مع مسلحي هيئة تحرير الشام، وبالتالي كيف يبدو عليه الوضع الميداني الآن؟ محمد، بناء على الفيديوهات التي تصل من إدلب ويتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى مواقع مقربة من هيئة تحرير الشام، الفيديوهات تشهد تظاهرات بدأت ترتفع. وصل عدد النقاط التي تشهد مظاهرات في شمال غرب سوريا إلى 17 نقطة، هي عبارة عن بلدات ومراكز مدن إضافة إلى مركز مدينة إدلب. التصعيد الذي شهدته دارة عزة مساء يوم البارحة هو التصعيد اللافت خلال الأسبوع الماضي من خلال إطلاق الرصاص فوق رؤوس المتظاهرين أو حتى بين أقدام المتظاهرين في محاولة لتشتيت المتظاهرين ومنعهم من الاستمرار في المظاهرة في المدينة أو البلدة التي تعتبر مركز تواجد هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي. هذا التواجد الذي أيضا يوجد من ضمنه مسلحية الحزب الإسلامي التركستاني في هذه المنطقة، لذلك تعتبر هذه البلدة واحدة من أهم المدن والأكثر حساسية بالنسبة لهيئة تحرير الشام، لذلك المظاهرات في هذه البلدة لربما لها حساسيتها الخاصة. وتيرة التظاهرات من المتوقع أن ترتفع، خاصة وأن هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إلى اليوم لم يتخذ أي إجراء في حق الأشخاص الذين ارتكبوا تجاوزات كبيرة، إضافة إلى تجاهله التام لأصوات المتظاهرين المطالبين بكشف مصير عشرات أو لربما آلاف المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام والذين تم اعتقالهم منذ عام 2016 حتى تاريخ اليوم في ظل الصراعات المتكررة بين هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا، وأدى إلى اعتقالات كثيرة في صفوف المسلحين وأكثرهم إلى الآن ما يزالون مجهولي المصير. الكشف عن مقبرة سرية كان يدفن فيها القتلى أو من يتم أو من يقضون تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام أدى إلى هذه المظاهرات، ولذلك بطبيعة الحال عدم قدرة أبو محمد الجولاني وهيئة تحرير الشام على الإجابة على مصير هؤلاء ومصير كما أشرنا مئات وآلاف المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام هو الذي يؤدي إلى ارتفاع وتيرة هذه التظاهرات التي من المتوقع أن ترتفع خاصة بعد استخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين. شكرا لك رضا الباشا مراسلنا من حلب، كنت معنا عبر الهاتف. وفي ريفي درعا والقنيطرة ارتفاع ملحوظ في استهداف المسلحين لحواجز الجيش السوري وتحركاته. تقرير محمد الخضر. تصعيد مخطط له تشهده درعا عبر استهداف حواجز أمنية وسيارات عسكرية في ريفيا الغربية خصوصا. 7 شهداء وأكثر من 15 جريحا خلال أقل من أسبوعين في تفجير عبوات ناسفة واغتيالات بالرصاص المباشر. معطيات تبدد مشهد هدوء يخيم على منطقة تتاخم الجولان المحتل وتربط تلك الهجمات بدور خارجي يحاول التشويش على المحافظة. من يقوم باستهداف الجيش العربي السوري وعناصره وضباطه هو الكيان الصهيوني بأدوات رخيصة، بأدوات عميلة، بأدوات إلى آخره، لكن أبناء المحافظة الذين يريدون أن يكون هناك شرخا ما بينهم وبين الجيش هم أبعد ما يكونون عن هذا الأمر. استهدافات تحاول استنزاف المؤسسة العسكرية عبر مسلحين لم ينخرطوا في التسويات في ظل انتشار السلاح وتهريب المخدرات في منطقة حدودية، وأبعد من ذلك ثمة من يراهن على إبقاء تلك المنطقة
جرحا نازفا في الجسد السوري. يدخل في إطار الدور الأمريكي الحالي الذي يعمل على ضرب العقد الاجتماعي السوري، على خلق بؤر توتر في الجغرافيا السورية بعد أن فشل في ضرب الفكرة الوطنية السورية. وباعتقادي أن هذه الأعمال تدل على هناك أيادي بدأت تعمل على تفعيل ما كان يسمى يعني الموك في الأردن. منذ عام 2018 خضعت درعا لعدد كبير من التسويات نجحت في إعادة آلاف الشبان إلى أعمالهم، ما يجعل الاستهدافات الأخيرة عمليات منظمة لإرباك المشهد جنوبا بين ريفي درعا والقنيطرة. نزع فتيل التوتير في درعا يتجاوز البعد الأمني على أهميته إلى دور مجتمعي أهلي مطلوب يتصدى لعوامل تفجير بات يهدد الاستقرار في منطقة حيوية قرب الجولان المحتل، وهو هدف الاحتلال الإسرائيلي في الدرجة الأولى بموازاة اعتداءاته المتكررة على الداخل السوري. محمد الخضر، دمشق، الميادين. اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالعمل على تدمير الديمقراطية الأمريكية، وفاز بايدن وترامب في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في سباق الرئاسة إلى البيت الأبيض. الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب يحققان فوزا عريضا في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي كما كان متوقعا في الثلاثاء الكبير، في مشهد يشير إلى اقتصار المنافسة عليهما فقط في السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، رغم تسجيل تراجع في معدلات شعبيتهما في بعض الولايات مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة، فيما يبدو أن الفرصة أمام نيكي هايلي تراجعت لدرجة كبيرة رغم فوزها في ولاية فيرمونت. إنه وقت رائع ويوم مدهش، كان الثلاثاء الكبير لا يصدق في تاريخ بلادنا، وأعتقد أنه سيكون ملهما لأننا سنفعل ما لم يتمكن أحد من القيام به لفترة طويلة. ورغم فوز بايدن في 15 ولاية إلا أن الاحتجاج على سياسته في دعم إسرائيل غير المشروط في عدوانها على غزة حضر عبر أصوات عشرات آلاف الناخبين الديمقراطيين الذين صوتوا بغير الملتزم وخاصة في ولاية مينيسوتا. أصوت بغير الملتزم، أعتقد أن الحرب في غزة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل غير مقبولة، وبايدن لم يقم بما يكفي لكسب صوتي ولم يفعل ما يكفي لوقف الحرب والمذبحة. لن أصوت لبايدن لأنه ببساطة لم يدع إلى وقف إطلاق النار عندما قتل 30,000 مدني، يبدو الأمر كما لو أن لديهم رخصة لقتل الأطفال الأبرياء. ويبدو أن ترامب الذي أعلن تأييده للعدوان الإسرائيلي على غزة سيستمر في تسخير ملف الهجرة ومعاداة المهاجرين لكسب مزيد من أصوات القواعد الجمهورية، فيما سيحاول بايدن التركيز على ترامب على أنه يمثل خطرا على الديمقراطية في الولايات المتحدة وسيزيد من الانقسامات الداخلية. يبدو أن الناخبين في الثلاثاء الكبير تركز اهتمامهم على الاقتصاد وغلاء المعيشة والقضايا الاجتماعية وفي مقدمتها الإجهاض، بالإضافة إلى الخشية من انخراط الولايات المتحدة في حروب خارجية لا نهاية لها. محمد كريم، واشنطن، الميادين. وفي فنزويلا، حيث أعلن المجلس الانتخابي الوطني يوم 28 من تموز يوليو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد. لقد قال المجلس الانتخابي الوطني كلمة مقدسة ونقولها مع إعلان المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 من تموز يوليو. نحن ذاهبون للانتخابات الرئاسية. أنا متأكد من أن الشعب سيقاتل مرة أخرى ويحقق نصرا عظيما. عاشت الديمقراطية الفنزويلية، عاشت الحرية، عاش اتحاد الشعب. والآن إلى موجزي الاقتصاد والرياضة في هذه النشرة، والبداية مع أخبار الاقتصاد مع زميلة أليسار كرم. مرحبا أليسار. مرحبا محمد، طبعا. شكرا لك. أهلا
أهلا بكم. نشر موقع كالكاليست الاقتصادي تحليلا بعنوان لماذا يتخطى العجز المالي في إسرائيل القيمة المعلن عنها؟ وبحسب التحليل فإن العجز الحقيقي المتوقع لهذا العام سيصل إلى 47 مليار دولار ويمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنه أعلى بأحد عشر مليار دولار عن القيمة المذكورة في دفتر الموازنة على طاولة الكنيست. وتوقع الموقع أن تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى استدانة المزيد من الأموال وأن تقلص الإنفاق على المجالات الأقل أهمية في أزمنة الحروب. هذا وكشف مدير مصلحة الضرائب في كيان الاحتلال عن تلقي 700 ألف التماس تعويض عن أضرار غير مباشرة في المصالح والممتلكات، ووصف الوضع الحالي بالمقلق وغير المسبوق قائلا إن إسرائيل لم تكن يوما في وضع مشابه وإن التوقعات المستقبلية قاتمة. وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت أمس أن قيمة الأضرار منذ 5 أشهر هي أعلى بستة أضعاف عما كانت عليه خلال حرب لبنان الثانية في تموز يوليو من العام 2006. قررت وزارة الدفاع في تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية تستضيفه سانتياغو في نيسان أبريل المقبل. ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن الحكومة التي يرأسها اليساري جابرييل بوريتش انتقدت مرارا ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني والدولي، واستدعت سفيرها في تل أبيب احتجاجا. بدأت شركة ستاربكس في الشرق الأوسط بتسريح موظفين من جميع فروعها في المنطقة مع تركيز أكبر على فروع مصر والكويت، وذلك بعد تراجع مداخيلها بفعل المقاطعة الاقتصادية لها. مصادر مطلعة قدرت عدد الذين تم تسريحهم ب2000 موظف في مختلف الدول العربية، غير أن الشركة صاحبة الامتياز في الشرق الأوسط رفضت تحديد العدد وقالت إنها تقلص عدد العاملين وتغلق مؤقتا بعض الفروع بهدف احتواء الخسائر. في سياق آخر، وافقت الحكومة السودانية على إدخال المساعدات الإنسانية عبر تشاد وجنوب السودان إلى مختلف الأقاليم المنكوبة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من حدوث مجاعة في السودان، وأكد أن 5% فقط من السودانيين يحصلون على وجبة كاملة في الوقت الراهن. وقالت مديرة برنامج الأغذية سيندي ماكين إن المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح 8 ملايين شخص تهدد حياة الملايين. حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من أن العجز في الميزانية العامة ارتفع أكثر من المتوقع وتخطى الهدف الذي حددته الحكومة عند 4.9% للعام 2023. وأوضح لومير أن السبب الرئيس يعود إلى فقدان الإيرادات الضريبية، مبديا رغبته في خفض الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي. وقال لومير إن استعادة الحكومة سيطرتها على الأوضاع المالية تطيح خفض العجز إلى أقل من 3% في العام 2027 وليس قبل ذلك. في ختام هذه النشرة من الأخبار والتقارير، تفضلوا بزيارتها وتصفحها على صفحات الميادين نات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.